بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الثاني بعنوان ضابط الكل. صفة أخرى لو تأملنا فيها هتتغير حياتنا هي صفة الله ضابط الكل. أفكركم على الأقل في ثلاث فوائد من التأمل في صفات الله. واحد، نحبه أكتر من جماله. اثنين، نفهمه أكتر فنعرف نتعامل معه صح، العلاقة سوية والله. ثلاثة، نتشبه به. يبقى التأمل في صفات الله بيعمل حاجات كتيرة مهمة في حياتنا. خدنا صفة طول أنات الله، تعالوا ندرس صفة جميلة اسمها ضابط الكل. ضابط الكل يعني ايه؟ ببساطة معناها كل حاجة في ايده وكل حاجة مظبوطة. معناها كده كل صغيرة وكبيرة في ايده، مفيش حاجة براه. ومعناها انه بيحكم التصرف في كل دقائق الامور، كله مظبوط، مفيش حاجة مش مظبوطة. مش مظبوطة دي قدامك بس، لكن في الحقيقة هتطلع مظبوطة 100%. احنا بنقول الصفة دي بالذات في قانون الإيمان، بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ايه؟ ضابط الكل. فاحنا بنعلنها كده في قانون إيماننا لأنها صفة مريحة. على فكرة مريحة يعني ايه؟ لما تيجي تقول لي الدنيا كلها ملخبطة، يبقى على لساني اقول لك ايه؟ بس ربنا ضابط الكل. هي ملخبطة عندك بس مظبوطة عنده. تقول لي الدنيا، العالم كله، الخريطة، العالم، القارات دي كلها مليانة لخبطة، اقول لك بس القارات دي كلها في ايد ربنا ضابط الكل. انت شايف لخبطة وهو شايف الدنيا ماشية مظبوطة. أشعيا النبي اتضايق جدا لأنه حاسس كل حاجة ملخبطة. يقول في سنة وفاة عزية الملك، حتى الملك مات أبرص ومات زي ايه ما تقوله، مش تائب. فكان أشعيا متضايق وحاسس مفيش حاجة عدلة، كله ملخبط. دخل الهيكل وشاف منظر الملائكة بتقول قدوس قدوس، مجده ملء كل الأرض. كل الأرض؟ ده أنا شايف الأرض ملخبطة. فقال له لا الأرض مش ملخبطة ولا حاجة، ده كل حاجة مظبوطة ومعمولة لغرضها ومفيش حاجة ماشية عشوائي. هي دي صفة ضابط الكل. فأشعيا برضو قال في أشعيا 40، بمن تشبهونني فأساوي يقول القدوس، ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها. جند السماء يعني النجوم، بس ده تعبيرهم زمان، يسموه جند السماء. يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكون شديد القدرة، لا يفقد أحد، لا يفقد أحد. دلوقتي في علم الفلك الآية دي تتفهم، عارفين ليه؟ في علم الفلك دلوقتي مع الميكروسكوبات التلسكوبات الضخمة جدا، اكتشفوا ان العالم ده في عوالم اخرى، في يعني افلاك وفي مجرات وفي كواكب وفي نجوم بالمليارات مش بالملايين، وكل نجم من دول اكتر من الارض كذا الف مرة، وكل ده ماشي بحركة كونية منتظمة. لو نجم خبط في نجم الكون ده كله يتدمر في ثواني. ازاي المليارات دي كلها ماشيه محكومه مظبوطه بقواعد عجيبه؟ فهو ده اللي بيقوله اشعياء، وهو مش دريان بيقول ايه من 2800 سنه. بيقول لانه قوي وشديد القدره لا يفقد احد، يعني مفيش ولا نجم من دول يمشي هباء كده ولا يفقد. هقول شويه آلات تؤكد فكره ضابط الكل كنوع من التامل، وبعدين ناخدها على نفسنا. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب، فات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا. يعني ممكن واحد يأثر في شغله لأنه تعب، ربنا ما بيتعبش. أنت بتقول ربنا فاتني، ربنا نسيني، ربنا مش جايب لي حقي. هو أنت فاكر ربنا من النوع اللي بيتعب؟ اللي بيزهق ما عندوش الحاجات دي. ربنا ليس عن فهمه فحص، يعطي المعيا قدرة والعديم القوة يكسر شدة. القدرة الإلهية أصلها ماشية مع فكرة ضابط الكل، يعني ربنا ضابط كل حاجة ولا يتعرض لتعب أو زهق
او ملل او حاجات بتاعتنا، كل حاجة مظبوطة وهتفضل مظبوطة. عشان كده في اعتقادي اكتر حاجة توضح فكرة ضابط الكل انك تحط صفاتين في ربنا، انه كلي القدرة وكلي الحكمة، الاتنين دول مع بعض اسمهم ضابط الكل. يعني ايه؟ اصل ربنا قادر قوي وحكيم قوي، تبقى النتيجة النهائية كل حاجة مظبوطة قوي. لو قادر بس مش حكيم تبقى مش مظبوطة، ولو حكيم ومش قادر برضو ما تطلعش مظبوطة، فاهمين؟ لكن قادر وحكيم تطلع كل حاجة مظبوطة. فالصفتين دول موجودين في ربنا وبنجمعهم في كلمة ضابط الكل. مثلا ضابط المواعيد، مشكلة مصرية بقى، وعدنا نفوتها، إنما ربنا عنده المواعيد محكومة بدقة غريبة جدا. النهاردة يقولوا في العلوم يعني إنه حركة الشمس والقمر والنجوم، حركة الأرض نفسها لو اختلفت مش عارف درجة من مليون درجة مش تلاقوا الدنيا باظت. يعني اللي بيدرسوا يكتشفوا أرقام مذهلة في الدقة، السرعة اللي بتتحرك بيها كل المجرات والكائنات وهكذا. فهنا المواعيد دي ربنا في مواعيده ما يعني مفيش أحسن من كده، مظبوط جدا. لما جاء ملء الزمان الناس استعوقت ربنا وقالت قال المسيح هيجي وما جاش، وقعدنا فترة من غير أنبياء، وبعدين جه وقت كان في يوحنا المعمدان وجت أمنا العذراء وفي زكريا، وكل ده جه مع بعضه وطلع ان الوقت ايه مظبوط قوي. حتى في يوم مجيئه التاني في ناس تقول طب ربنا ما جاش ليه؟ ما بقالنا 2000 سنة واحنا مستنينه يجي. لا، هو ظابط مواعيده، ما تقلقوش، عارف هيجي امتى، وساعة ما هيجي هيطلع انه ميعاده مظبوط قوي، ومحدش يقدر يقول له اتأخرت لانه ما قالش الميعاد. محدش يقدر يمسك عليه انه اتأخر إذا كان هو ما اداش ميعاد بالحرف. وعشان كده كل من يحاول إنه يدي ميعاد بالحرف الحقيقة بيشتغل ضد ربنا. يعني ربنا قال محدش يعرف الساعة، يطلع واحد يقول إذا المسيح جاي السنة الجاية، يبقى أنت مش تبع ربنا. فضبط المواعيد ربنا مثلا يقول إيه؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. ينصفهم سريعا دي بتزعل ناس كتير، يقول انا بقالي 10 سنين في قضية ما خدتش حكم انصاف. معلش حبيبي، ما هي سريعا عند ربنا برضو ايه يعني نسبية شوي، ممكن تكون بدل 100 سنة خلها 10 سنين فبقت سريعا. انت بقى كنت عاوز 10 ايام، ده موضوعك انت، لكن هو مظبوط على مواعيده. من هنا نفهم الحكمة اللي قالها سليمان لما قال لكل شيء تحت السماوات وقت. يعني ايه؟ لما تقول لي المشكلة دي مش راضية تتحل ليه؟ الناس الأشرار دول مش راضيين يخلصوا ليه؟ الظلم ده مش راضي يتشال ليه؟ الناس المتألمين دول مش ربنا مش بيريحهم ليه؟ أقول لك لكل شيء تحت السماوات ليها وقت. هيجي معاد تقول أشكرك يا رب وكتر خيرك طلع الميعاد مظبوط لانك ضابط الكل. عشان كده ربنا يسوع لخص لنا الفكره دي وقال لنا ايه؟ ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطان. ثقوا ان الاب ضابط الكل، لكن في المواعيد والازمنه والاوقات قولوا هو عارف بيعمل ايه، هو عارف مواعيده، عارف حساباته، عارف امتى الموضوع ده يمشي، كل حاجة مظبوطة بس عنده هو مش عندنا احنا. تلاميذ كانوا بيغرقوا من أول ساعة، تصور مثلا الساعة 9 بالليل عاوزينه يجي وعاوزين البحر يهدى. 9 عدت 10 و11 و12 و1 و2 ما بيجيش ليه؟ ما بتتحلش ليه؟ حكمته. لكن ضابط الكل لا جه ولا خلى البحر يغرقه، المركب مع ده كله ما غرقتش. هم اتبلوا وخارت قواهم وتهز ايمانهم، بس مظبوطة الحكاية. ليه؟ عند الهزيع الرابع اتاهم ماشيا على الماء وظبط كل حاجة، وتاني يوم الصبح كله تمام.
كله تمام، بس أعصابهم تلفت معلش عشان إيمانهم يزيد، خبرة برضو. لكن في الآخر محدش يقدر يقول له الميعاد مش مظبوط، لا طلع مظبوط قوي في الوقت ده. مرثا قالت للمسيح ميعادك مش مظبوط، كان لازم تبقى عندنا من 4 أيام على الأقل. وبزعلة بقى، زعلة جامدة، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها هيقوم أخوك. وبعدين في آخر القصة تلاقيهم مهيصين والعذر قام وكله بقى حلو. طيب يبقى ضابط الكل ولا لا؟ ضابط الكل، حتى لو مات هقوم. ضابط الأحداث والسياسة. في العهد القديم قامت في نظري أول حرب عالمية تعتبر عالمية مذكورة في الكتاب. ليه؟ 4 ملوك ضد 5 ملوك. دي مكانها وقت إيه؟ وقت إبراهيم ولوط. فطبعا 4 ملوك ضد 5 ملوك لو حصلت النهاردة هيسموها حرب عالمية. فدي حصلت وقت أبونا إبراهيم. طيب يا رب أنت إيه واقف تتفرج؟ ده أنت عندك أغلى واحد في العهد القديم صاحبه أبونا إبراهيم، ده خليل الله، فيعني شفاعته كبيرة قوي. قالوا مال وتحصل في زمن وحرب عالمية، إيه المشكلة؟ طب الحرب العالمية دي هتاكل ابن أخوه، ده هو وسط الزحمة في بلد من 5 اللي بيتحاربوا. طب ومعلش ما حصلش حاجة، هنحلها، هنظبط الأمور كلها، الملوك تاكل في بعض وتغرق بعض. وانت حتى قدامكم كده مذكور كل الأسماء، 4 ملوك مع 5 تكوين 14. في النهاية يطلع ايه؟ كل حاجة مظبوط، يطلع لوط كده ايه زي الشعرة من العجين، وابونا ابراهيم هو اللي يروح ينقذه، وهو اللي يغلب الملوك ده لوحده بعياله برجالته. ايه ده العجب ده؟ يعني ابونا ابراهيم بيشتغل في السياسة كمان؟ اه ممكن وقت اللزوم ربنا ضابط الكل يخلي ابونا ابراهيم راعي الاغنام ده يدخل ايه يقف قدام ملوك ويتصدى ليهم وينقذ ابن اخوه وكل حاجة تطلع مظبوطة. وما ينفعش لوط يموت كده في مجرد في حرب. ربنا في الأحداث ممكن يحرك ملوك عشان شعبه، يحرك سياسة العالم عشان عياله. والكلام ده افتكروه اليومين دول، ربنا ممكن يحرك ساسة العالم والسياسة كلها اللي يقعدوا يدرسوا فيها ويقروا جرايد ويدخلوا على الفيسبوك ويشتموا في بعض، ويبقى ربنا بيحرك كله ويقول شوف مصلحة عيالي فين، وتبص تلاقي بلاد تقع وبلاد تقوم وبلاد تتلخبط واقتصاد ايه ودولار ايه وياكلوا في بعض. ما هو بقى ضابط الكل، فيقدر يبدل كل المواقع لمجرد انه دي مصلحة ولاده. مثلا انهارت مملكة بابل، مملكة بابل دي لما ابتدت قالوا مش هتخلص خلاص، هتظل الى الابد من كتر قوتها. ما كملتش 70 سنة وجه فارس. اول ما قعد واحد اسمه كورش، ده ملك فارسي يحكم العالم كله، العالم كله مستعمرة فارسية، لان اهم حاجة شغلاه ارجع اليهود بلادهم. هو انت يهودي؟ لا. طب مالك باليهود؟ ده اليهود فئة لا تمثل 1% من شعوب العالم. ايه اللي مطلع الموضوع ده؟ الفايل ده، الملف ده، ايه اهميته يعني وانت ملك جديد وعندك حروب وعندك علاقات وعندك لا لا لا، بيتحرك زي الشطرنج كده. وكورش اصدر امر برجوع المزبيين وعمار اورشليم وطلع من ميزانية الدولة. انت بتشتغل لحسابنا ليه؟ عشان في ضابط الكل فوق. هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الارض دفعها لي الرب الى السماء، وهو اوصاني ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا. جت من ايه؟ من حد مش من الشعب خالص، بقى يشتغل لحسابنا. طب ربنا ضابط الكل. مرة تاني يقول أشعياء: هكذا يقول الرب فديكي وجابلك من البطن، بيكلم أورشليم فبيكلمها بالمؤنث أو بيكلم الكنيسة يعني: أنا الرب صانع كل شيء، أنا ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟ مبطل آيات المخادعين ومحمق المرائين، مرجع الحكماء إلى وراء ومجهل معرفتهم، مقيم كلمة عبده، متمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر. أنا لما أقول الكنيسة تعمر يبقى تعمر. طب والدنيا دي والسياسة والناس اللي ضلنا ضدنا والمؤامرات والمليارات لا لا لا،
أنا لما أقول تعمر يبقى تعمر، ضابط الكل. ولمدن يهوذا ستبنين وخربها أقيم القائل عن كورش رعية. ده نفس كورش. طب هو أشعياء بعد كورش ولا قبله؟ مين مذاكر؟ قبله بزيادة عن 150 سنة. عشان كده يقال في تقليد يهودي يقولوا أول ما كورش قعد على الكرسي راحوا له شوية يهود قالوا له اسمك مكتوب عندنا، احنا عارفين انك جاي من قبل ما تتولد. أشعياء الله يرحمه كان وقتها مشي من بدري، كاتب في كتابه ان هيجي واحد اسمه كورش ربنا هيستخدمه لعمار شعبه. فيعتقد ان الرجل ذهل لما لقى اسمه مكتوب في كتاب اليهود، واللي في قلبه انه يرجع الشعب متقال في نبوة أشعياء وفات عليها زيادة عن 100 سنة. فده كان ايه محرك اخر ليه، انه لا ده انتوا فعلا معاكم حق والهكم عارف بيعمل ايه. يقول عن اورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. لان ربنا ضابط الكل يسمح بمؤامرات ويحول المؤامرات الى بركات. ده بص شوف ربنا بيعمل ايه، يعني ايه تتفرج على العجب، يسيب الدنيا تلخبط اخر لخبطة وبعدين ايه يفكها بطريقة كده. عارفين لما كانوا ساعات يلعبوا العيال بتوع الكشافة يعملوا عقدة فظيعة، واخدين بالكم، وتيجي تفكها لا يمكن تتفك، ويطلع اللي فهمها يمسك طرف خيط يسحبه تلاقي كل العقدة دي اتسلتت كده وتفكت في ثانية. هو شغل ربنا كده، تلاقيه معقدة جدا ولا يمكن تحس انها تتفك. لا لا مفيش حاجة معقدة، هي ربنا يمد ايده بس كده يسلط خيط واحد تلاقي كل حاجة ظبطت. لما هامان قام بمؤامرة، هامان فاكرينه ده اللي كان وقت احشاويروش وقت استير كان عدو اليهود عدو ربنا، وعمل مؤامرة ضحك بيها على الملك ومضى على اعدام مش استير، اعدام الشعب اليهودي كله في يوم واحد، ورصد لها مبالغ ما تعرفش تقرا الرقم يعني. وبعدين وخلاص هو مستقر جدا لان الملك بيسمع كلامه، هو اللي سايق هو اللي بيحرك كل حاجه. يقول هنا ايه، قال هامان للملك موجود شعب ما مشتت ومتفرق ويعني سننهم مغايرة لجميع الشعوب ولا يعملون سنن الملك ولا يليق بالملك تركهم، إذا حسن عند الملك وأوزن 10,000 وزنة من الفضة في يد اللي يعملوا العمل ليؤتى به. رصد الميزانية الأول وطلع بالقرار وتصدر القرار واتختم وخلصت، وبقى قاعد مبسوط مستني اليوم اللي هيعدم فيه اليهود. انتوا كلكم عارفين النتيجة، ان ربنا ضابط الكل، خلى ليلة معينة أحشاويروش ما ينامش، ما يجيلوش نوم، الراجل بينام كتير وبينام كويس، ليلة واحدة يقوم يطلع أخبار الملوك أخبار أيامه يقرأ يلاقي في واحد اسمه مردخاي عمل له جميلة كبيرة، يقول طب احنا ما جملناهوش، يدخل عليه هامان في نفس اللحظة، وهامان عامل صليب يصلب عليه مردخاي يقول له روح كرم لي مردخاي، والتاني داخل يقول له نعدم أول واحد فيهم اسمه مردخاي كبره، فقال له تروح بقى تعمل لي تكريم لمردخاي، وتاني يوم تخلص المؤامرة وتتقلب 180 درجة. اليوم اللي كان مقرر لإعدام اليهود هو ده اليوم اللي أعدمه كل أتباع هامان وأعداء ربنا. حكمتك يا رب في الوقت يا عيني اللي الناس كانت منهارة وكانت حزينة وكانت خايفة وكانت صعبان عليها وكانت الصورة قاتمة جدا، بس ربنا ضابط الكل. بولس الرسول يحصل مؤامرات لدرجة يتحبس ومش عارف يطلع من السجن ومظلوم ومحدش قادر يطلعه براءة. طب ده الراجل بتاعك يا رب، ليه يعني ده انت ضابط الكل، ما تخليش واحد محامي عدل يقف له يخرجه يعني، واحد كده محترم من الولاة دول يقول كلمة حق ويقول الراجل ده مظلوم؟ لا، يقول انا عندي حل اقدر، انا عاوز اخد روما، عاوزوا يروح على حسابهم روما مسجون ويتحاكم قدام روما عشان يشهد لي في روما، فانا عندي خطة احسن من خطتكم، ما اسهل ان انا اطلعه براءة في اورشليم ولا في قيصرية، لكن انا عاوزه يطلع روما ويشهد لي ويجيب مساجين ويجيب سجانين ويجيب ناس تاني.
فمثلا لما كان يقعد يتكلم قدام فيليكس ولا فيستوس ولا بتاع، الناس دي تتأثر لكن ما بتأمنش. طب يا رب ما يطلع، ده هم نفسهم قالوا الراجل ده يعني متاخد بس غدر بسبب مؤامرات اليهود، وربنا يقول لا معلش. وقد يكون الشعب المسيحي كله أحبط لأنه شايفين خلاص مفروض هيطلع ما بيطلعش، هتخلص خلاص ويطلع من السجن ومعاه حق، لا مش راضية تطلع مش راضية تخلص. لكن تبصوا لها بعد كتير، تبصوا تلاقوا كانت مصلحة للكنيسة وللرسائل والغير. يوسف مثلا، يوسف لو اتأخرت قصته أقل من ساعة كانت ممكن تاريخ القصة كله يتغير. في الوقت اللي واحد من اخواته رايح يطلعه من البير ويقول خلاص بقى عذبناه كفاية وطلعنا عينيه وعلمناه الأدب ويرجع محترم، ما لقاهوش في البير. طب ليه سبتها تتعقد؟ ما كان ممكن بعد ما رموه في البير عيط له شوية، جاء أخوه طلعه روح معاهم خلاص، ولا الغلب اللي قعد فيه 20 سنة. لا معلش، قبل ما أخوه يوصل له كانوا الناس اللي معديين إيش أخدوه سحبوه وباعوه لبعض ومشي على ناحية مصر، وإخواته ما لقاهوش وما عرفوش سكته كمان، وتعقدت خالص واضطروا يكذبوا على عم يعقوب. طب ليه ده كله؟ لا معلش، في أخبار حلوة، ضابط الكل مرتب له لسه فوتيفار، ومرتب له السجن، ومرتب له زيارة الوزراء، ومرتب له حلم فرعون، ومرتب له إيه ده؟ كل ده متستف ومتخطط ومترتب كله بدقة غريبة وبحسابات دقيقة، ويطلع يوسف اللي هيجيب أبوه بعد كده في مصر ويرحب بيه كل حاجة. لما مثلا نشوف قصة زي قصة بنو عمون وبنو مؤاب والعمونيين، وقصة طويلة عريضة على يهوشفاط، اجتمعوا كلهم على ملك غلبان اسمه يهوشفاط ملك يهوذا من أحفاد داود. ويهوشفاط راجل ما يقدرش يدخل حرب زي كده، دول 20 ضعف شعبه مثلا، ومع هذا ربنا يسيب المؤامرة تحاك والشعوب كلها تتقلب عليه ويتفقوا مع بعض، شعوب ما بتتفقش عمرها مع بعض، فتتعقد جدا الأمور لأنه عادة الشعوب دي مش أصحاب، وربنا يبقى هادي جدا ولا كأن في موضوع ومظبط كل حاجة عشان يخلص من الشعوب دي كلها مرة واحدة. وعلى آخر القصة تلاقي يهوشافاط ده قاعد يرتل لأن إلى الأبد رحمته، وكل الشعوب دي طاحت في بعض. ولما تشوفوا القصة قاعد يصلي يقول له رب احنا مش هنعرف نعمل حاجة، قال له انت مش هتعمل حاجة أساسا، أنا ضابط الكل، أنا الشعوب دي كلها في إيدي، زي كده ايه نقطة مية يعني، مئات الآلاف ولا ملايين دي نقطة في جردل يعني، تعبير أشعري. ضابط الطبيعة، يبقى ربنا ضابط كل حاجة بمواعيدها، وضابط الأحداث والسياسة والبلاد والجغرافيا كلها والتاريخ كمان بدقة، كمان ضابط الكل، ضابط الطبيعة. يعني ايه؟ ربنا بيحرك الطبيعة بدقة شديدة، يجيب المجاعة في الوقت المناسب لخلاص شعب ويرفع المجاعة، يقطع النور والكهرباء مش عشان في المواعيد اللي هو شايف، يجيب شوية هواء سخن عشان سيونان يتعلم الأدب شوية ويطلب اليقطينة، يهيج البحر عشان التلاميذ يترعبوا شوية ويلعبهم شوية ويثبت إيمانهم وبعدين يهدي البحر. كل الطبيعة بتتحرك في خطة دقيقة جدا لحساب عياله لأنه ضابط الكل. مفيش حاجة اسمها مفاجأة حصل ريح، لا، مفاجأة دي عند الناس، عند النوتية، عند بتوع الأرصاد، لكن هي مش مفاجأة عند ربنا. مفيش مفاجآت فجأة مش عارف المطر نزل، لا المطر نزل ده محسوب طبعا. فجأة البحر علي ولا البحر وطي ولا لا، البحر يقف صور وقت اللزوم، لا يعلى ولا يوطى. من أول إنجيل مرقس يقولوا الناس البحر والريح بيسمعوا كلامه، ده مين ده بقى؟ ده ربنا، ربنا ضابط الكل اللي الريح والبحر يطيعانه. ده مش بس ضابط الكل، ده يدي سلطان على الطبيعة لعياله لولاده. فيجيب واحد زي إيليا يقول له ايه تحب نعمل ايه؟ ايه رأيك يا إيليا؟ يقول له بص بقى خاب افترى، نقفلها عليهم. حاضر يا حبيبي، شوف انت عاوز ايه. يقول انا قلت كلمة ما فيش مطر. حاضر اللي تقول، ويقفل.
وبعدين بقى ايه اللي نسي، قفل الحنفية ونسي، فربنا يجي له بعد 3 سنين ونص يقول له كفاية إلي يفتحها عليهم. يعني أول مرة إلي اللي نطق على فكرة، تاني مرة عشان لما يجي يفتح ربنا اللي قال لي إلي يعني كفاية. لكن هو حاسبها باليوم وبالساعة، الفترة اللي هتقف خالص المطر والمية والمجاعة، فيها ناس ماتت بس كله محسوب، عشان أخاب يتوب بس ما بيتوبش، بس في ناس تانية تابت. لما قال مثلا في الخروج دخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور له، يعني كل اللي فات ده يبدو طبيعي، يعني ايه موجة تعلى ريح غريبة تيجي، لكن مرة لو لزم الأمر المية تقف سور، تقف سور، واحد يمشي على الموج، يمشي على الموج لأنه ضابط الكل. يعني ممكن نستخدم الطبيعة المعتادة، لكن كمان غير المعتاد شغال طالما الهدف واحد من أجل ولاده وخلاص ولاده. اللي فهموا ربنا وعرفوا صفاته كويس بقوا يكلموه في حاجات غريبة. يعني الواحد يتعجب، يشوع اترب على يد موسى وشاف موسى موقف له بحره ومنزل له منه، فطمع عمل اللي ما عملوش موسى. في مرة في حرب هو منتصر بس خلاص الدنيا ابتدت تليل، فقال له لا لا استنى رجع الشمس لو سمحت، خلي اليوم ما يخلص. حاضر يا يشوع. يا سلام الشمس هتطول، يعني الغروب جه يرجع تاني ظهر ويقعد الظهر مثلا 12 ساعة، ايه ده؟ طب وماله؟ ضابط الكل. احنا ساعات نطلب حاجات صغيرة قوي ونفتكر ان احنا بنطلب حاجات كبيرة، لا، اللي فاهمين ربنا صح يطلبوا حاجات كبيرة وعارفين انها صغيرة، ما عندوش مشكلة. لأول وآخر مرة في التاريخ واحد يتجاسر ويندفع ويقول له يا شمس دومي، وربنا يقول له على كلمتك، ضابط الكل. يقولوا كلم يشوع الرب أمام عيون إسرائيل. خلي بالكم من كلم يشوع الرب، هو بيكلمه ده زل مش غير ما يستأذنه، ده بيكلمه وبعدين سابه وقال له يا شمس خليك قاعدة، وربنا يوافقوا على هذا الطلب فدامت الشمس. طبعا لما دخلنا على يونان نلاقي بقى كل الطبيعة بتشتغل، البحر بيعلى والريح بتشد والحوت بيجي في اللحظة المناسبة واليقطينة بتطلع واليقطينة بتنزل والموجة السخنة تيجي، وكلهم كده بيلعبوا دور في المسرحية بدقة شديدة، عشان ايه؟ ربنا بيظبط كل حاجة عشان يونان يتظبط. بولس الرسول في أعمال 27 ركب مركب عشان يترحل روما كسجين، وبعدين المركب تدخل في بحر وخلاص وتوه، تاهت المركب في البحر. كان زمان ممكن يحصل كده، ودي خلاص تاهت يعني غرقت خلاص، مش عارفين هما فين في البحر، والشمس ما بتطلعش 14 يوم ورعب بقى، ما بياكلوش وبيشربوا نقطة مية كل يوم وحاجة صعبة جدا. وبعدين ربنا يكون مظبط كل حاجة بالدقيقة، وهينزلهم على جزيرة مستوية عشان يؤمنوا بتوع الجزيرة الأول، وبعدين يوصلهم روما في ميعاد تكون الدنيا متظبطة عشان إيه بولس يقابل حبايبه. أتاري لو وصلوا بدري عن كده لا في جزيرة ولا في مؤمنين ولا في استعداد في روما، فإيه يتفسحوا في البحر شوية ويتوهوا شوية ويغرقوا لهم شوية بس ما حدش يموت، لأنه ضابط الكل. ضابط الأمور الصغيرة يعني إيه؟ إذا كنا بنتكلم في حاجات كبيرة، شمس وقمر ومطر وبحر وريح وسياسة وجغرافيا وتاريخ، ده ما يلغيش إن ربنا كمان يتعامل بأصغر الأمور ويظبطها. يجي له فلاح ساذج بسيط جدا يقول له إيه؟ إديني أمارة عشان أنا إيماني ضعيف، عاوز إيه أخوي؟ عاوز المطر يغرق الجزة، الجزة دي قد الترابيزة. يعني عارفين فروة الخروف اللي هو جزاز الغنم، دي خروة خروف، المطر هينزل على الحتة دي، يعني أقل مطر هينزل شارع طيب، يعني أي مساحة كده، لكن مطر هينشن ينزل على الجزة. حاضر اللي انت عاوز ننزل لك المطر، بشرط الأرض بره الجزة لازم تبقى ناشف. حاضر. وبعد شوية يرجع في كلامه، لا أنا عاوز بقى تغرق الدنيا والحتة دي بالذات تفضل ناشفة.
انت بتتعامل مع عيال ولا ايه يا رب؟ معلش وماله؟ وماله ضابط الكل، ننزل لك المطر كده ايه زي بالحبل كده بالفتلة ونعمل لك اللي انت عاوزه. ضابط الأمور الصغيرة مثلا تعبير اتقال في الخروج، يقول ثيابك لم تبلى عليك يا شعب إسرائيل ورجلك لم تتورم. تعرفين اللي بيسافروا كتير ولا تحس رجلهم ورمت من الشمس ومن المشي أو حتى من القعدة؟ أو لا، هو ربنا مراعي الحتة دي، على قد ما هتمشوا كتير لكن لا الصندل يتقطع ولا الرجل تورم. طب دي حتى ما طلبوهاش، دي هم كانوا عاوزين يطلعوا بس من مصر يعيشوا. الأمور الصغيرة ربنا مثلا عنده معجزات، شبكة وإيه مراكب وسمك بلا عدد، إنما في حاجات بالسمك. فلما جات له موقف بتاع الجزية قال له روح بالصنارة وارمي، وأول ما ترمي الصنارة هتيجي سمكة واخدة أوردر كده. السمكة دي بلعة قبل كده العملة وهتيجي تجري تمسك في الصنار. فيدوب بطرس رمى الصنارة، مسكت السمكة، نفتح السمكة نطلع الإستار ندفع اللي علينا. ايه العيشة الجميلة دي بقى؟ هو في صنارة بتجيب ساعتها وبتجيب سمكة لازم تكون بلعة العملة. ضابط الكل حتى أصغر الأمور، مفيش صدفة بقى. اللي يقول صدفة لا يبقى مش فاهم يعني ايه ضابط الكل. لا، ما فيش أي صدفة بتحصل، حياتنا خالية من الصدف، حياتنا عبارة عن قصة محكومة بدقة عجيبة بتدبير إلهي من أجل خلاصنا. قصة تانية تورينا قد إيه ربنا بيتعامل مع الناس البسطة في أصغر الأمور. أليسع كان في حتة، وبعدين عارفين لما الأديرة في ناس تيجي تسكن جنب الأديرة فالرهبان يتضايقوا يبقوا عاوزين خلوة. حصل كده مع تلاميذ أليشع النبي، فقالوا له هنضطر ننقل المكان زي دير ونروح حتة بعيدة عن الناس، تعال معانا. حاضر. وهم بينقلوا بقى ناس بسطة جدا، كل واحد واخد له عود شجر كده عشان هيبنوا العشش بتاعتهم في الدير الجديد، وبعضهم ماسك البلطة أو السيف الفاس أو كده اللي بيقطعوا بيه شجر. وهم بيعدوا عدوا على حتة كده كلها مية، فبيبقوا ماشيين مثلا مية جاية لهم لغاية صدرهم، وقاليش عن النبي ماشي معاه، ولقوا واحد منهم بيصوت، البلطة وقعت راحت مني، ده أنا مستلفها، دي مش بتاعتي، كلمة عارية يعني مستعارة، ده أنا مستلف. والراجل يا عيني انهار. فقاليش قال له هي وقعت فين؟ احنا بنلعب ولا ايه؟ هتغطس تجيبها؟ دي بلطة يعني، ده انت نبي عظيم جدا. قال له في المنطقة دي في الحتة دي. قام خد عود خشب بسيط كده حطه على الايه؟ على المية في الحتة دي، البلطة ضد الجرافيتي طلعت عكس الايه؟ الجاذبية، دي حديد، انما مجرد حط عود الخشب دي طلعت. طب فين بقى حسابات المية وحسابات الجاذبية؟ سيبك من الكلام ده، ضابط الكل عشان الراجل اللي بيعيط ده ما يصحش. فتحسوا احنا عايشين في فيلم جميل وحلم اجمل لو كنا فاهمين يعني ايه ضابط الكل. اخيرا نقول ايه؟ ربنا يسوع نفسه حاول يقنعنا بالفكرة دي بس احنا مش مقتنعين. قال لنا اليست خمسة عصافير تباع بفلسين واحد منها ليس منسيا امام الله؟ حدش فينا يعرف ثمن العصافير ولا بيعد العصافير اللي بيشوفها في اليوم ولا، انما ربنا بيقول انا العصافير معدودة ومحسوبة وما فيش حاجة بتقع من غير ما تستأذن، انتم افضل من عصافير كتير. اختم واقول فكرة ضابط الكل دي فكرة مريحة جدا، والتأمل فيها يجعل الانسان في منتهى السعادة. مجرد انك كل مرة تقول الله الآب ضابط الكل تشعر بسعادة. ليه؟ كله مظبوط، ما فيش حاجة يا ابني مش مظبوطة ابدا، كله مظبوط قوي واكتر مما تتصور، في المواعيد وفي الحسابات وفي السياسة وفي الجغرافيا وفي المشاكل. فأول تدريب أقول تأمل في أصغر الأمور وأكبر الأحداث ليزداد إيمانك. حاول تشوف ضابط الكل في أصغر أمور يومك وفي أكبر قرارات العالم اللي بتحصل، هتلاقيها هنا وهنا زي بعض.
انه بيظبط السياسة والتاريخ وبيظبط اصغر الامور في حياتك الشخصية اللي ما يعرفهاش اللي قريب منك. درب نفسك كمان تصلي بثقة تحت شعار كل الاشياء تعمل معا للخير. يعني ايه؟ ما هو ده يخدم دي. يعني فكرة كل الاشياء تعمل معا للخير هي ذاتها فكرة ضابط الكل. هو بيظبط كل حاجة لخيرك. تعال بقى ايه؟ صلي عشان دي كتير. يا رب اكشف لي ازاي كل حاجة بتحصل عشان. انا متأكد ان المشاكل خير. ومتأكد ان الامراض خير. ومتأكد ان الاحزان خير. لانه انت ضابط الكل. فما فيش حاجة بتحصل غلط. بس انا بقى ناقصني ايمان بدي. تلاتة اقول ايه؟ اشكر في كل حاجة. لو انت اقتنعت انه ضابط الكل هتبتدي تشكر على كل خبر، كل خطوة، كل يعني ايه نسمة هوا، هتبقى عارف انها محسوبة وانها ايه يعني مدبرة. مرة كنا في البحر زمان، يعني في رحلة كده، وبعدين على غير المتوقع فعلا الموج علي، ما كانش وقته، فواحد مايل عليا وقال لي كلمة لذيذة، قال لي الظاهر يا في يونان يا في تلاميذ بيغرقوا، فايه ما تقلقش. عجبني مخه اللي راح على طول لفكرة انه بدل حاجة مش متوقعة يبقى لازم خير، يبقى يا اما يونان بيستوي على النار يا اما التلاميذ بيستووا، لكن هو اكيد اللي بيحصل ده برضو خير. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.